توقيت غرينيتش خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فل، نس كل، أهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد في موسم جديد من بتوقيت غرينيتش. كيما عم ناول كل يوم من 6 إلى 7 متاع الصباح مش نرافقوكم مع اون باج داكتواليتي انترناسيونال سويعة من زمان نحلوا بها عينينا وفاهمين وعارفين خاصة شنو صاير من حولنا في العالم الكل. الدوسيات ما اختلفتش برشا، خلينا الدنيا هيجة شوية، خايضة شوية في أوكرانيا كيف كيف، رجعنا للدنيا نلقاها كيف كيف، في فلسطين كيف كيف، في السودان مازل ما تحلش الدوسي، وبالعكس فما جبهات جديدة وفما أخبار جديدة وفما بلدان كانت لابس عليها في الصيف دخلت بعضها شوية، كيما ليبيا مثلا اللي هي ماهيش ناقصة بوليميك، هاي صارت لها البوليميك متاع وزيرة الخارجية اللي التقت بنظيرها الإسرائيلي في روما، موضوع باش نرجعوا له اليوم بالتفاصيل مع محلل سياسي ليبي باش يكون معنا من مصر. في أخبارنا اليوم وفي برنامجنا اليوم باش كيما استنستوا عمني والكيما عرفتوا عمني وباش نحكيوا على لا تندونس انترناسيونال، كل ما دار مليح في لي ريزو سوسيو على المستوى العالمي، مش تونس، يا با دو مريم دبيغ سي، دونك باش نحكيوا على تو سكي تريندينغ في لي ريزو سوسيو على المستوى العالمي. اليوم مثلا باش نحكيوا على تواصل الجدل على فيلم باربي، باش نحكيوا على تصوير ظفر العابدين وتركيا توبا اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، باش نحكيوا على اسم ديانا الأميرة ديانا اللي عاد ليثير الجدل من جديد بعد وفاة الملياردير المصري محمد الفايد بو صاحبها المزعوم، وباش نحكيو على أزمة إيطالية فرنسية بسبب ليبيا. يبدو أنه في وقت من الأوقات فرنسا حبت تضرب طيارة على متنها القائد معمر القذافي، يا أخي صاروخ خرج ضرب في طيارة فرنسوية، الحكاية ونعرفوا تفاصيلها بعد شوية. جديد هو روبريك خاصة، روبريك كاملة مخصصة للرياضة العالمية السبور انترناسيونال. اليوم بحثنا ويسام باش يحكينا على نيمار اللي تكلم على جحيم باريس، باش يحكينا على أسطورة مانشستر يونايتد اللي تعرض للعنف في ملعب الإمارات في القمة اللي جمعت أرسنال بمانشستر يونايتد في الويكاند، باش نرجعوا على عودة سيرجيو راموس بعد 18 سنة لفريقه الأم، وباش نحكيو على لي ترانسفير اللي صارت شوية شوية في صيف 2023، والعنوان الأبرز طبعا هو البطولة السعودية. في أخبارنا باش نحكيو على وضعية الحرب الروسية بعد مرور صيف 2023، واحد من الأحداث المهمة جدا في صيف 2023 هو وفاة قائد مجموعة فاغنر بريغوجين. من عمني ولا نروحل في اسمه، كيفاش توفى؟ هل قتل بوتين قائد مجموعة فاغنر وإلا لا؟ باش نحاولوا ناخذوا أكثر معلومات على اللي صار. باش نحكيوا على اقتحام جديد صار لمخيم جنين البارح، باش نحكيوا على الجابون وين البارح زاد قائد الانقلاب يتولى الرئاسة ويحلف على القسم المؤقت، وباش نحكيو كان بقالنا الوقت على اخر التطورات متاع الوضع في السودان. السودان اللي الوضع اصبح فيها خطيرا جدا على المستوى نو سولمون السياسي، السياسي ما يهمناش برشا على قدر ما يهمنا الوضع الانساني في السودان. هذا ما يستنى فينا في الحلقه الاولى من البرمجه الشتويه لراديو اي اف ام لبرنامج بتوقيت غرينيتش. ان شاء الله فما برشا جديد يستنى فيكم في الموسم هذا، تسمعونا كي العاده يوميا من 6 للسبعة، وكي العاده نبداو بالدعوه وبكلام ربي اللي نحبوه مهما كثرت مشاكلكم. ان شاء الله تعديوا نهار باهي ما تسمعوا فيه كان الاخبار الحلوه. مهما كثرت مشاكلكم تفكروا ديما انه المشاكل هذيا عندها حلول، على خاطر الرب يقول في كتابه الكريم ان مع العسر يسرا. سي بون، شبيك امور نمري لاي Fame.
انتم تسمو في بتوقيت غرينيتش. خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد. بعد شوية باش يكون معنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق من القاهرة باش نحكيه على آخر تطورات ملف لقاء نجلة المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. أما توا خلينا نعملوا اون باج سبور بور كومونسي ليميسيون. سبور انترناسيونال, اللي يقول سبور انترناسيونال يقول وسام. صباح النور وسام. صباح النور خالد, مرحبا بك, مرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا الصباح. قاموا باش يمشيوا يقصدوا ربي, يمشيوا لخدمهم, يمشيوا للقضيات نتاعهم. نسلموا عليهم, نتمنوا لهم نهار مبروك, نهار سعيد. امورك باهيه؟ الحمد لله خويا. تعدى سيف سخون بالمركات بالسعودية. سيف سخون بالسعودية بعنوان يعني ماشي الاثنية واحدة, أدريس واحدة اللي هي السعودية. وانت مكشناوي بابا؟ إذا كان معناها تسمح الأمور بقول شيء. إن شاء الله خويا ربي يعلى في وجهك. شو أقول لك ليه؟ إن شاء الله يحل في وجوهنا الكل. ما تخافش, ما عارف خاطر حتى عارفك بيدو كان جي أوفر في السعودية. يمشي معنا أنا بتأكد. باش نحكيو على السعودية جوستومون, وين نيمار كان واحد من الصفقات الكبيرة. كواكو نيمار برشا فلوس, صفقة مفاجئة جدا. أما ما خذيتش الضجة الكبيرة اللي كانوا يمكن يتوقعها السعوديين. نيمار للسعودية أميرسونير مشى للسعودية خاطر حياته كامل يلعب على الفلوس وكهو. ما خذيتش اللامبلور الكبيرة اللي صارت وقت انتقل رونالدو مثلا, ولا وقت انتقل ميسي للإنتر ميامي. صحيح خالد, ممكن الكلام هذا بتاعك كذا يتفسر بالنيمار هو ما نقوله آخر النجوم الكبار اللي اللي خرجوا. نحكيوا بعد كريستيانو رونالدو, ميسي اللي مشى لأمريكا. ما هيش باش تكون مفاجأة كبيرة أنه ستار كبير في العالم يمشي لدوري غريب على كرة القدم العالمية. به نيمار تكلم في حوار ويلكلاشي أوفيرتومون البي جي. صحيح نيمار تكلم, خرج بتصريحات قوية البارح في مش البارح عندها مدة في الإعلام البرازيلي. نيمار تسأل على طريقة مغادرة صديقه ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان, قال بالحرف nous avons vécu l'enfer في عشنا الجحيم, عشنا الجحيم في باريس بسبب الضغط الجماهيري الكبير اللي كان مسلط عليهم, سورتو بعد كل ريزولتا خايبة خالد يعملها البي اس جي كلكو سوا في الشامبيونز ليغ الأوروبية ولا في الشامبيونات في فرنسا. جمهور يقولهم ان يقول انهم ما عملوش ليفور اللازم في سور تيران. بين قوسين العباد تتمشى في التيران معهم فما ديزيكيليبر كبير في البي اس جي بين الخط الهجومي بقيه الخطوط. الخطوط كيف الملاعبيه ذي تخلص في برشا مليارات, ما فماش النتيجه اللي يستنى فيها الجمهور البي اس جي واللي هي تشامبيونز ليغ الاوروبيه. اي سوف كو انت تعرف وين نعرف اللي معني مثلا عامني ولا بريمير لا بريمير بارتي دو سيزون تاع البي اس جي قبل كوب دي موند. البي جي هزها ميسي ونيمار على ظهوراتهم مش مبابي. خروج البي جي من البايرن سبب فيه هو مبابي مش نيمار ومش ميسي. تفكر مليح الماتش كونتر البايرن وكل تيتا تيت متاع مبابي وين اللي مس باس لنيمار بونتو تقلب البارتي. ولكن خالد مبابي زاد الى ايتي تري ديسوفون في البي جي. اللي صار في الصيف واللي عملوا مع البي جي في الصيف في علاقه بانتقاله لريال مدريد وعمل اللي يحب وانا معاه راهو خاطر انا نحب لومبلوي على حساب لومبلوير باش نبداو متفاهمين. معناها كل اللغه نتاع شبيه امبابي هكا يتصرف بشويه نذاله مع البي جي اموره حقه. معناها يخمم في فلوسه كيما الفريق يخمم في فلوسه. البي جي وقت اللي حطمت دي كارير نتاع جواريت ما قال حدش بيك حطمت دي كارير نتاع جواريت, هو يتصرف على اللي حسابه الخاص يعطيه الصحة. أنا شيخ علي على سامحوني بين دفرين سوقيت نتاعهم على البيج فهمت. أما هذاك هو يخم في مصلحته كواك. أما كرويا وي عنده أبور كبير ياسر. أما نيمار أما مسؤول على الخيبات متاع البيج كيف نيمار وميسي. صحيح كلامك صحيح, ولكن كما كنت تحكي مبابي في التيران اذا نشوفوا الارقام بتاعه مقارنه بميسي نيمار, عدد الاهداف, عدد ليزاسيست, البيرفورمانس سور التيران, فرق كبير وفرق واضح في التيران بين مبابي ميسي نيمار. كيف برشا ردود فعل بعد التصريح هذايا نتاع نيمار. الناس اللي ما قبلتش الكلام بتاعه واللي وصلت لدرجه رفض كبيره لنيمار
نتذكروا خالد التصرفات نتاع نيمار اللي جايه من 2017، مش من اليوم. اي نيمار اللي يمشي لانيفرسير اخته ما يحضرش في ماتش ويت البي اس جي، نيمار اللي ان ديسبليني في الخارج الميدان، نيمار اللي عليه برشا كلام مع الصحافه على يعني كيما نقولوا احنا معك. اما ما وصل الاخراج لما زاد العباد هاد التعليل دارو، باش نبداو متفاهمين جمهور البي جي هاد التعليل دارو صحيح، نعرفوا الجماهير المتعصبة زادة كما البارح شفنا مثلا جمهور أولمبيك ليون بعد الديفات مع البي جي 4-1 كان عايط للملاعبية، حكى معاهم بطريقة بنبرة حادة ياسر البارح في وقفوهم عند حدهم كما يقولوا لا البارح الماتش ليون و البارح تلول فهمت البارح تلول اي حسير الجمهور نتاع ليون كان ديريكت مع الملاعبيه نتاعهم وحملوهم المسؤوليه الكامله باش يقفوا يلعبوا على الشعار، قالوا احنا نحترموا برشا الشعار ونتصوروا منكم انكم باش تلعبوا على المريول وتضربوا يعني على الفريق الكبير اللي عنده تاريخ اللي هو ليون. كيف كيف نرجعوا لنيمار، نيمار اكثر الغضب نتاعو كان على طريقه خروج اسطوره كيما ليونيل ميسي بالطريقه هذيك من بارك دي برانس اللي ميسي شفنا التصفير عليه في وسط المقابلات في العام اللي هز فيه كوب دو موند تسمى لاني دو باغادي تاع ميسي. باهي حكيت على الاسطوره، باش نتعداو من الاسطوره الارجنتينيه للاسطوره نتاع مانشستر يونايتد السابقه روي كين اللي يبدو انه تعرض للعنف في ملعب الامارات. صحيح، في الاخبار الثانيه نحكي على واحد من الملاعبيه الكبار روي كين القائد السابق لمانشستر يونايتد اللي تعرض للاعتداء من قبل واحد من الجماهير نتاع الارسنال في الماتش الاخر اللي تلعب في استاد الامارات وفي بالفوز نتاع ارسنال 3-1. فيديو كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيه كما قلنا واحد من الجمهور حاول يعتدي على روي كين اللي كان يحلل في المباراة مع قناة سكاي سبور. في الفيديو شفنا زميله لاعب مانشستر سابق مانشستر سيتي السابق ميكا ريشار اللي كان في الوسط وحاول يهدي الأمور. الشرطة في لندن كانت فتحة تحقيق في الموضوع. كيف كيف فريق أرسنال تفاعل وقال احنا على علم ومستعدين نقدموا كل المساعدات يعني ما يهم في ما يتعلق في الموضوع هذايا الاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. هو اسمع لونجلتير ديما فما كليماج نتاع العاقلين ويتفرجوا مسرح وعباد عندها برشا فلوس تدخل تفرج ورياض ونظام ودرا شنو، اما ساعات ترى مشاهد من هما الحاجه اللي يعجبوك فيها. فكر فينال تاع لونجلتير وايطاليا شنو عملوا في طليان، زاد الفينال تشامبيونز ليج تاع ليفربول ريال. لا هذوك الفرنسيس غلطين، هذوك الفرنسيس حصلوا اي هذوك الفرنسيس البوليسيه الفرنسيس حصلوا جماعه ليفربول بعيد ياسر على الستاد ما خلوهمش يتنقلوا. ويا اخي اللي صار هو ردة فعل ليفربول بيان سور صارت ردة فعل بالحق الملاحظه اللي حبهم هما اللي يعجبك فيهم باهين برشا وفي يعني في الفوضى زاد يعجبوك بالقديه بالقديك يعني الفوضى يعملوها على قواعد يخافوا يعملوها على صحيح باه نحكيو على ان كون دو في كواكو بون سيرجيو راموس بعد 18 سنة يعود لإشبيليا. سيرجيو راموس اللي كانت عنده وفر كبيرة ياسر من السعودية زي. صحيح لهنا تدخل ممكن العقلية بتاع البلاعبي واحد من ولا مرتو بون هذه الحقيقة ما عنديش تيلي على بالحق راهو اي عندهم تأثير كبير. نشوفوا حتى داير ليفاندوفسكي الانتقال متاعه من بايرن البارسا كان تأثير كبير من مرتو اللي تحب تعيش في برشلونة وتكبر صغيرها غير فوالا معناها حكيت سيرجيو راموس يرفض عرض يقول لي حكيت 80 مليون دولار من الهلال السعودي ويمشي لاشبيليا باش ياخذ فيت بارابور لي بارابور السعوديه مش بارابور نجمو نحطوها في خانه انه ملاعبي بعد في عمر ال 37 سنه بعد 18 سنه ملي غادر فريق اشبيليا يرجع يحب يكمل الكارير بتاعه في فريقه الام في المستوى العالي في اوروبا زاد اكزاكتومون. انا متاكد انه مرته لعبت دور كبير في الديسيزيون تاع خويا ما نعرفش تقولك نعيش في اسبانيا ما نعيش في السعوديه وعندها الحق عندها الحق اكيد عندها الحق رئيس الاسبانيوري هي مش خاطر العقليه تختلف السعوديه خير من اسبانيا طبعا هذاك الديسكور هذاك اللينيا ديتوريال تاعنا صحيح. ميرسي بوكو وسام كانت هذه يونيفرس بورش اسمعها يوميا هنا قاعدين نبلاسيو فيها باش نعرفوا قداش وقتها خاطر نسرحوا شويه احنا في السبور وعارف راهي باش تسرح فيها شويه دايره عملنا ديباسمون على وقت البيب دوك نخرجوا بيب وراجعين بعد شويه بالتوندونس انترناسيونال. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش
خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد في بتوقيت غرينيتش. بعد شوية باش نحكيو على وضعية الحرب الروسية بعد مرور صيف 2023، باش نحكيو على اقتحام جديد لمخيم جنين، وعلى آخر تطورات الوضع في السودان وغيره من الملفات. أما قبل خلينا نبدأ بأخبار أخف شوية. الفقرة تعرفوها تندنس انترناسيونال، نرجعوا على مدار في ال 24 ساعة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، والبداية باش تكون فيلم باربي اللي مازال مواصل في خلق جدل كبير حول العالم. والمرة هذية علاش؟ بعد ما خرج فينومين على تيك توك، خاصة وردوا بالكم من تيك توك، بعد ما خرج فينومين كبير على الريزو سوسيو متاع صيحة تجميل جديدة، خلينا نقوله الحكاية اسمها بوتوكس باربي. درا شنو يعملوا؟ يزرقوا حاجة في رقبتهم. مانيش ان سبيسياليست متاع بوتي باش نفسر لكم مليح. ان توكا يحبوا يضعفوا شوية في الرقبة ويخشنوا في الكتافات ولا العكس، مانيش فاهم الحكاية حسيلو. اما ان توكا اذا كان قلت لكم بنتكم ولا قلتكم ليه، اما اذا كان قلت لكم بنتكم ولا صاحبتكم ولا مرتكم في البريود الجاية حاشي بشوية فلوس باش نعمل البوتوكس باربي هذية، ما تعطيهمش. الفنان التونسي ظافر العابدين والنجمة التركية توبا بويوكستون، توبا بويوكستون، شفتوها تصويرة، شايفها العالم العربي الكل على غلاف مجلة إل في نسختها العربية لعدد سبتمبر 2023، وين تمكنت المجلة من جمع زوز نجوم هذوما واللي عندهم شعبية كبيرة. المجلة نشرت في حسابها الخاص على الانستغرام زوز صور لظافر العابدين وتوبا، ولقات اعجاب كبير طبعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم اللي الزوز هذوما مجموعهم حتى عمل فني قبل. اما ظاهر البوان كوما اللي ما بيناتهم، البنات تحبوا ياسر ظافر العابدين كما احنا نحبوا ياسر البنات اللي يشبهوا التوبة. مجلة إيل علقت على الصور اللي نشرتهم على حسابها في انستغرام، تصدر نجم الغلاف ظفر وتوبة الواجهة حيث يقتحمان عالم السينما بفضل موهبتهما المذهلة وطاقتهما الهائلة. إنهما يلهماننا ويسلياننا، ونأمل أن يكون هذا العدد كذلك. دونك ظفر العابدين وتوبة التركية تم اختيارهم للكوفرتور متاع مجلة إيل. نحكيه على ليدي ديانا اللي اسمها في حياتها وبعد وفاتها ما نسوش العالم. رجل الأعمال المصري محمد الفايد المالك السابق لنادي فولهام الأنجليزي لكرة القدم توفى في عمر 94 عام، وتم تشيع جثمانه نهار الجمعة اللي فات من مسجد ريغنس بارك في لندن. الخبر متاع وفاته دار أسف عليه العديد في مصر essentiellement، اما اللي اثار بوليميك هو المعلومه اللي تفيد بانه محمد الفايد بعد اقامه طويله ياسر في انجلترا وبعد ما ملك مشاريع كثيره، كان من اغنى اغنياء انجلترا، وبعد ما ملك كما قلنا نادي فولهام الانجليزي، بعد السنوات هذه الكل توفى ولم يتحصل على الجنسيه البريطانيه في تعدي على القوانين بيدها، لانه معناها عمل الكريتير الكل باش يوصل يتحصل على الجنسية. أما الواضح هو أنه لم يتحصل عليها ببساطة لأنه ولده فما شكوك أنه كانت عنده علاقة مع ليدي ديانا. نختم بموضوع أثار الجدل في 24 ساعة الأخيرة، في 48 ساعة الأخيرة، ويبدو أنه باش يعمل برشا حس في الفترة الجاية. أزمة إيطالية فرنسوية جديدة حول طائرة إيطالية تحطمت 43 عام التالي. السبب تصريح رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوليانو أماتو بأنه صاروخ للقوات الجوية الفرنسية كان يستهدف ولا كان يهدف لاغتيال الزعيم الليبي وقتها معمر القذافي. طيح طائرة متاع ركاب إيطالية عن طريق الخطأ. دوك حبوا يضربوا الطيارة اللي فيها القذافي، ضربوا طيارة طاليانية عن طريق الخطأ فوق البحر الأبيض المتوسط، متسببين بمقتل جميع ركابها وعددهم 81. الحكاية صارت عام 1980. أماتو وزير رئيس الوزراء الإيطالي السابق في مقابلة صحفية طالب الرئيس الفرنساوي مانويل ماكرون ب
تأكيد أو نفي الرواية هذه، وقال اللي هو مقتنع أن فرنسا ضربت الطائرة أثناء استهداف طائرة عسكرية ليبية على متنها معمر القذافي. الحكاية دخلت فيها جورجيا ميلوني وطالبت بالتحقيق، وأثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا وفي إيطاليا. في ليبيا أقل شوية، لأنه في ليبيا ديجا عندهم مشاكلهم اللي لهم بها واللي باش نحكيوا على واحدة منها. آخر تطورات ملف لقاء نجلة المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بعد الموسيقى. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد في بتوقيت غرينيتش بعد الموسيقى. بعد شوية إن شاء الله نتحصلوا على المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، باش نحكيو معاه على آخر تطورات الملف متاع لقاء نجلة المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. نجلة المنقوش وزيرة الخارجية الليبية. قبل هذايا أي سيدك باش نحكيو على ما صار شوية شوية في صيف 2023. الملف تعرفوني نحبه ياسر، الملف متاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولا اللي يحب بوتين يسميها العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في آخر جوان خلينا معركة باخموت أكبر معركة في الحرب منذ بدايتها في 24 فيفري 2022. خلينا معركة باخموت انتهيت بعد الإعلان اللي عملوا بريغوجين مالك شركة فاغنر، واللي باش نرجعوا له شوية آخر. خلينا أوكرانيا بطات شوية، أما انطلقت كمام في الهجوم المضاد. اللي صار في الشهرين متاع الصيف هو تواصل الهجوم المضاد هذايا بدعم كالعادة أمريكي وأقل منه شوية أوروبي. أسلحة جديدة، أنظمة دفاع أمريكية جديدة، مسيرات ألمانية جديدة، الإفساز مقاتلات الإفساز التو عمك زيلنسكي يستنى فيهم. أما كمام تم إمداده برشا سلاح باش ينجم يقوم بالهجوم المضاد متاعه. هجوم مضاد من أبرز ملامحه مثلا هو الوصول في عدة مرات لموسكو بالليدرون. في كل مرة المسيرات ليدرون هذوما يطيحوهم طبعا، أما كمام هوكا شوية بربيش استراتيجي. أما ما يميز الهجوم المضاد هذية وخاصة في الأيامات اللي تعديت هو أن أوكرانيا ركزت أكثر من أي وقت مضى على شبه جزيرة القرم الكريمي اللي تتبع روسيا منذ 2014، واللي تمثل نقطة مفصلية في الصراع التاريخي بين روسيا وأوكرانيا. المعركة في شبه جزيرة القرم أساسا جوية، هاوكا أوكرانيا تضرب الدرون وروسيا ترد تقصف كييف العاصمة. ميدانيا من جهة أخرى المعارك تعديت من باخموت لزابوروجيا، وتحديدا في منطقتي ميلوتويول سمحوني وروبوتين. وهنا فما خوف من نوع خاص جدا. علاش؟ زابوروجيا ركزوا مليح، فيها أكبر محطة نووية في أوروبا، والأوكرانيين والرويسة والعالم الكل خايف من شنوة؟ من إعادة لسيناريو كارثة تشيرنوبيل. أما الأخطر من هذا بالنسبة لأوكرانيا هو استنزاف الجنود من جهة ونقصهم كريمون من جهة أخرى. الشباب الأوكراني ما عادش يحب يمشي يحارب، وحتى اللي في الحرب ولا في مرحلة التجنيد والتدريب قاعدين يهربوا، وهذا اللي أكدوا زيلينسكي بيدو الرئيس الأوكراني بعد الكشف على حالات فساد كبيرة داخل الجيش الأوكراني خليته يغير عشرات المسؤولين وبالمرة يغير وزير الدفاع نفسه. فما تفصيلة أخرى جديدة في الحرب، هي جديدة قديمة، نحكي على المشاكل اللي سايرة حول اتفاقية الحبوب وخروج روسيا منها، موضوع تحكي فيه في اللقاء اللي جمع ما بين بوتين وإردوغان البارح. ويبدو أنه بوتين مستعد باش يرجع بلاده في الاتفاقية هذه يعفو. أما قبل هذا خلينا نتكلموا على الحدث الأبرز في صيف 2023، مقتل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر. يفغيني بريغوجين شد الحبس في آخر أيامات الاتحاد السوفيتي، قعد في الحبس 10 سنين بالتمام والكمال. كيف خرج؟ حل كشك يبيع فيه الكعك وكبر البروجي متاعه بشوية بشوية حتى لين ملك مطاعم
فاخرة طيب في ماكلة تلمو بنينة اللي جلبت اهتمام القيصر فلاديمير بوتين. باش نرجعوا على بداية يفغيني بريغوجين حتى لنوصلوا لوفاته في اوت 2023. قلنا انه لي ريستوران ولا الماكلة متاع بريغوجين كانت تلمو بنينة اللي جلبت اهتمام فلاديمير بوتين، حتى انه كان ساعات كيف يجي رئيس اخر في زيارة رسمية يهزوا الواحد من لي ريستوران متاع مالك شركة فاغنر الأسبق. الاثنين ولاو صحاب بالكدا، وبوتين اللي ما يعطي جنب لحتى حد، ما عنده ثقة في حتى حد، قربوا منه وعطاه المرشي متاع لي كونتين متاع المدارس الروسية، هو اللي عمل لها الماكلة الكل برشا فلوس. عام 2010 زاد عطاه قرض ضخم من بنك حكومي باش يفتتح مصنع كبير برشا لصناعة المأكولات. المشاريع الضخمة كانت ماشية تقدم على روحها من شيرة ومن شيرة أخرى. بريغوجين ولا مركز شخصيا على الماكلة متاع الكريملين، القصر الرئاسي الروسي، الشيء اللي خلاه يتلقب بطباخ بوتين. الثقة زادت كبرت بيناتهم، ومن ماكلة الصغار في المدارس بريغوجين ولا مسؤول زاد على ماكلة الجيش الروسي ومندراك، حتى لين وصلنا النقطة مفصلية. بوتين عدى العوام الأولى من حكمه يرجع في روسيا قوية نقولوا احنا، ويقاوم فيها على سقيها. من بعد بدأ يركز على الجانب العسكري، وما من بين الخطوات المهمة كانت السماح لبريغوجين بتكوين شركة متاع قوات خاصة ما تتبعش وزارة الدفاع الروسية، ما تنفذ عمليات لحساب روسيا، عمليات عسكرية طبعا. تيوريكمان زادت نجم تنفذ عمليات عسكرية لحساب من يدفع. مجموعة فاغنر هذه كانت حاسمة في الحرب على أوكرانيا، وبفضل بريغوجين تمكنت روسيا من السيطرة على مناطق مهمة جدا وعلى رأسها باخموت. ما انتصار قوات فاغنر في معركة باخموت كان الثمن متاعه وفاة مئات المقاتلين من فاغنر، الشيء اللي أثار غضب بريغوجين وخليه يخرج قداش من مرة للعلن ويسب القادة العسكريين الروس ويتهمهم بالتقاعس وعدم الكفاءة بعد ما فشلوا في توصيل الذخيرة القوات. منو الحكاية كانت شوكونت، خاطر مش مستانسين العالم الكل، مش مستانس بواحد روسي يسب القيادات بالسهولة هذه، كما كيف جات من بريغوجين خلينا نقوله تعديت، على خاطر العالم الكل زاد يعرف انه شخصيته قوية وحادة وانه صحاب ياسر مع بوتين، دونك ربما حب يفيقوا على عدم الكفاءة متاع القادة متاعه. ما الحكاية زادت كبرت، والسيد هدد بمهاجمة موسكو للإطاحة بقادة وزارة الدفاع. وفي مفاجأة كبيرة ياسر 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 في شهر جويلية 2023 قاد فعلا قواته نحو موسكو وسيطر على بعض المناطق في ثنية من أوكرانيا إلى روسيا إلى موسكو بلوتو، ووسط بهتة كبيرة من العالم، وقبل كيلومترات من بلوغ العاصمة تفاهم مع بوتين أنه باش يتراجع وأنه ماهوش باش يتحاكم على العملة متاعه اللي يعتبرها بوتين تمرد وخيانة. قال له ماكش مش تتحاسب، هز جماعتك واخرج، المهم عشرة وجهك في روسيا. العالم الكل قاعد يتسائل وقتها كيفاش باش تتطور الأمور بين بوتين وبريغوجين. بوتين ماهوش من نوع اللي باش يسامح في الحالة هذية، لكن بريغوجين شخصية مهمة جدا في البلان بتاع بوتين في المعارك الميدانية خاصة. أقل من شهرين بعد من بعد عملية التمرد اللي صارت على بعض الكيلومترات من موسكو، يتم إسقاط طائرة فيها القيادات الكبرى في آخر شهر أوت، هذا 27 أوت، يتم إسقاط طائرة فيها القيادات الكبرى لمجموعة فاغنر في حادثة التوى عليها برشا بكو دو سبيكولاسيون، برشا أخذ ورد. التهمة كانت جاهزة، التهمة كانت حاضرة في باكوها مقربتها بالنسبة للغرب. بوتين ما غفرش لبريغوجين، عملته ياخي قتل، بعثوا في طيارة وقتل، فكرنا بحاجة صارت في تونس. روسيا من جهتها نكرت التهمة طبعا، وقالت أنه الغرب عملها باش يحدوا من قوة فاغنر من جهة، وباش يتهموا بوتين ويثيروا البلبلة من جهة أخرى. الحقيقة حتى التوى غائبة، وربما يكون مقتل قائد مجموعة فاغنر سر جديد ينضم لمجموعة الأسرار متاع العملية العسكرية الخاصة الروسية
في أوكرانيا. انتوما شنو رأيكم؟ شكون عملها؟ خليونا مساجاتكم على الباج فيسبوك راديو إي إف إم. بعد شوية باش نخرجوا فصل صغير، بعد شوية باش نحكيو على اقتحام جديد لمخيم جنين، باش نحكيو على الجابون وقائد الانقلاب اللي يتولى الرئاسة، وباش نحكيو ربما كان بقالنا الوقت على آخر تطورات متاع الوضعية في السودان. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش خالد العبيدي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد في حلقة بتوقيت غرينيتش، اليوم 3/5 سبتمبر 2023. للأسف ما نجمناش نتحصلوا على المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، اللي كان من المفترض أن نحكيه معاه على آخر تطورات ملف لقاء نجل المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. باش نتعديو الملف آخر، حاجة أخرى للأسف ما تغيرتش في الشهرين هذوما متاع الصيف، الإجرام متاع الكيان الصهيوني تجاه المدنيين الفلسطينيين. البارح صار اقتحام جديد للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وكالعادة نفس السيناريو، قوة إسرائيلية خاصة تسلت للمخيم يتم اكتشافها من بعد من طرف المواطنين، تتفعل سفارات الانذار باش يتفاجئ الفلسطينيين، كوكو ما عاش يتفاجئوا لأن السيناريوهات هذية تتعاود في كل مرة، يتفاجئوا أنه عشرات الآليات العسكرية كانت تستنى باش تقتحم. الاقتحام المرة هذية كان أرضي وجوي، مسيرات استهدفت مواقع، يقول المسؤولين الإسرائيليين أنه فيها مطلوبين. على الأرض قوات المقاومة يحاولوا يتصدوا، تصير اشتباكات مسلحة، والنتيجة إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين من بينهم 1 مصاب، جابوا له هليكوبتر كاريمون باش يهزوه. هذا البارح. في جويلية قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، نتيجتها كانت مقتل 12 فلسطيني إن شاء الله عند ربي شهداء، وإصابة نحو 200 آخرين. اليوم ولينا نحكيه على حصيلة متاع ضحايا هي الأكبر، مازلنا ما كملناش العام، مازال فيه العام 14، ما نحكيه على حصيلة ديجا هي الأكبر لعدد الضحايا منذ عشرات السنين. حصيلة هي نتيجة سياسة تاع حكومة يمينية متطرفة من جهة، ونتيجة سكيت صمت استنسنا به من دول الغربية مازالت تكيل بالمكيالين، ومازالت تفرق بين دم متاع طفل أوكراني وطفل فلسطيني. باش نتعديو للجابون، الخبر تعرفوه طبعا، الانقلاب العسكري اللي صار في الجابون. الجديد هو انه البارح الجنرال بريس أوليكي ادى اليمين ليصبح رئيسا للجابون لمرحلة انتقالية خلال مراسم اقيمت بالقصر الجمهوري في ليبروفيل البارح الاثنين. هذا صار بعد أسبوع تقريبا من الانقلاب العسكري اللي أطاح بالرئيس علي بونغو. الحشود تجمعت من أنصار إنجيما، أنصار الليسار في الجابون. الحشود تجمعت في ساحة مسجد الحسن الثاني قبالة القصر الجمهوري تعبيرا عن تأييدهم للرئيس الجديد، في وقت اللي أطلقت فيه المدافع مقذوفات احتفالا بالمناسبة هذا. يعني جماعة في الخطاب اللي أداه اللي عمله بعد يمين القسم ولا حلفين القسم، قال أنه الجيش الجابوني تحمل نهار 31 أوت اللي تعدى مسؤولية رفض الانقلاب الانتخابي، في إشارة إلى أنه الانتخابات اللي سبقت الانقلاب العسكري جات نتائجها بفوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة كانت طبعا مزورة حسب تعبير. وتابع قال انه كان امامنا 2 خيارات، اما قتل المتظاهرين اللي خرجوا للشارع يعترضوا على نتيجة الانتخابات، والا وضع حد لعملية انتخابية مشبوهة، متهما كما قلنا نظام بونغو بانتهاك الديمقراطية وقواعدها على امتداد سنوات.
الجنرال الغابوني الجديد إنغيما استهزأ شوية بالتصريحات متاع بعض المسؤولين في العالم اللي قالوا أنه اللي قام به الجيش ضد الديمقراطية وضد مبادئ حقوق الإنسان والشيء هذاك الكل. بالعكس قال نحن هنا جينا باش نحميه الديمقراطية وباش نحميه حقوق الإنسان وباش نحميه الممارسة السياسية الحرة، واليوم باش نعيش وباش ندخلوا بلادنا في أوقات جميلة اللي يحلم بها أجدادنا، باش نشوفوها إن شاء الله تتحقق على أرض الواقع. وتكلم على أنه الجابون اللي هي بلاد غنية جدا 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 وشعبها يعيش في فقر مدقع بسبب السياسة متاع الدكتاتور السابق علي بونغو. واليوم الجنرال الجديد، الجنرال الجابوني الجديد اسمه ما لازمش نعرفه، إنغيما، فوالا الجنرال الجابوني إنغيما قائد الانقلاب والرئيس المؤقت لدولة الجابون، يوعد الشعب متاعه بفترة متاع ازدهار كبيرة، متاع ديمقراطية كبيرة، ومتاع خاصة تحسين كبير للوضعية الاجتماعية متاع المواطنين. باش يصير هذايا ولا باش يستفرد بالسلطة كيف وكيف جنرال قدم قابوا بانقلابات، المستقبل يجاوبنا. نختم بآخر تطورات الملف السوداني، وين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادل القصف المدفعي. ريت غبت عليكم شهرين في البرنامج هذا والأخبار فيما يخص ملف السودان بالذات هي بدا. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادل القصف المدفعي والصاروخ في وسط أم درمان وشرقها كما شهدت نيالا ومناطق في جنوب دارفور، ومواجهات بين الجانبين. مصادر طبية تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخص معظمهم من المدنيين في معارك 48 ساعة الأخيرة. الحصيلة ربما ارتفعت في الليلة الماضية، من بينهم مرة أخرى للأسف أطفال توفوا في غارات جوية استهدفت حي الكلاكي السكني في جنوب العاصمة الخرطوم. بدوره الجيش السوداني قال أنه أحياء عدة في أم درمان تعرضت لقصف عشوائي من قبل قوات الدعم السريع من جهة الخرطوم، وفي الأثناء الجيش يواصل قصف تجمعات الدعم ومناطق ارتكازه في العاصمة، في حين تتواصل المعارك خارج العاصمة في كل من شمال كردفان وجنوب دارفور. الملف السوداني صيف كامل الأخبار هي بيد الأخبار تتشابه، الضحايا ما زلت العدد متاعهم قاعدة ترتفع، ولكن القادم ربما أسوأ، لأنه اليوم العبيد اللي تهجرت تهجرت، العبيد اللي تقتلت في المهجرة تقتلت، العبيد اللي تقتلت في ديارها تقتلت، العبيد اللي تفكت لها ديارها وثرواتها تقتلت، العبيد اللي تم اغتصابها اغتصبوها، العبيد اللي طردوها من ديارها طردوها. اليوم برشا بمئات الالاف قاعدين يعيشوا في ملاجئ، والملاجئ هذية والعمال تولي شيئا فشيئا بؤر متاع امراض متاع جريمة متاع كل ما هو ضد الانسانية. في وسط هذية الكل اللي تصرف فلوس من المجتمع الدولي على الأطفال في السودان حكاية حشم بارابور اللي قاعدة تصرف فيه الدول الغربية على التسليح متاع أوكرانيا وعلى غيره من الملفات اللي ربما تكون أقل أهمية. حتى الوقتاش باش يستمر الصراع في السودان، وحتى الوقتاش باش تستمر الباسيفيتي هذية متاع العالم تجاه ملف السودان وملف فلسطين وغيره من الملفات. وهل ربما يكون الحديث اللي يقول فيه بوتين ويقول فيه عدة قادة في العالم متاع عالم جديد ذو قطبين ما تستغلش فيه الدول القوية الدول النامية، ربما مش نتعديه المرحلة الأخيرة، ربما قاعدة تصير برشا مشاكل في برشا بلايس في العالم باش نتعديه من بعد إلى عالم أفضل، هذا ما نتمنيه. وهكا نختم موعدنا اليوم في بتوقيت غرينيتش. شكرا للكيبة الكل، كيبة كبيرة اليوم، ياسمين بنور في الإعداد، عزة في الإخراج، سوفيان ويام وإيمان في EFM TV، ونرمين في الديجيتال. والشكر الخاص لكم توما اللي سمعتونا من 6 متاع صباح. عشان نهاركم زين، عشان نهاركم فول، ياسمين بعد شوية عندكم موعد مع الميتيو الأخبار، برهان بسيس وباقي الفريق يرافقوكم من 7 للـ10 في إميسيون امبوسيبل. نهاركم زين وتحياتي.